وللمزيد حول تفاصيل زيارة الوفد الإيطالي وافانا الزميل محمد عبد الصبور مراسل التلفزيون المصري بهذه الرسالة من أمام معبر رفح الحدودية. زملائي في الاستديو، مشاهدي التلفزيون المصري في كل مكان، تحياتي من هنا من أمام معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة، وزيارة في منتهى الأهمية. ربما هذه الزيارة من جانب هذا الوفد الإيطالي الذي يتعدى يعني أفراده أكثر من 40 شخصية من البرلمان الإيطالي ومن الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وأساتذة الجامعات، أتوا لي يعني يضعوا عدد من المطالب، وهي المطالب ذاتها مطالب المجتمع الدولي خلال الفترة الماضية. أول هذه المطالب، رفعوا العديد من اللافتات، ملخص هذه اللافتات هو وقف إطلاق النار فورا، حماية أطفال غزة، وأيضا طلبوا بسرعة إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية بالقدر والشكل الكافي لقطاع غزة. إذن هذه المطالب هي مطالب المجتمع الدولي كلها، ولكن لخصت في هذا الوفد الإيطالي الكبير الذي أتى إلى هنا إلى معبر رفح مباشرة ولم يذهب إلى أي مكان آخر في العريش، ربما لأنه لديه مطالب محددة. هذه المطالب سترفع أمام محكمة العدل الدولية، تتعلق بالانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي خلف هذه البوابة بأمطار قليلة، قتل المدنيين، قتل الأبرياء، قتل الأطفال. كل هذه الظروف وكل هذه الأمور أتى بها الوفد الإيطالي ليعلنها صراحة من هنا من أمام بوابة رفح ومنفذ رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة، لرصد كافة هذه الانتهاكات التي تحدث، وأيضا رفعها لمحكمة العدل الدولية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي من خلال هذا الوفد الكبير من الصحفيين والإعلاميين الإيطاليين الذين أخذوا الكثير من اللقطات التذكارية. كل هذا يأتي بالتزامن مع فتح طبعا باب المعبر لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية. من بين يعني أعضاء البرلمان كان هناك أيضا رئيسة البرلمان الإيطالي السابقة وهي الآن عضوة في البرلمان، أتوا من عدة أحزاب من إيطاليا أو يمثلون عدد من الأحزاب داخل البرلمان الإيطالي، وتعهدوا بمطالبتهم للحكومة الإسرائيلية بوقف الانتهاكات ووقف إطلاق النار وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية على طول الفترة القادمة، وحملوا الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية مسؤولية ما يحدث داخل قطاع غزة من انتهاكات جسيمة ومن قتل للأطفال وقتل للمدنيين. وهم أعربوا أن المساعدات التي تدخل من هنا لا تكفي تحت أي حال من الأحوال، وطلبوا بالمزيد من إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة. إذن هذه زيارة تأتي في إطار ضغط دولي كبير من جانب البرلمان الإيطالي، ومن قبله طبعا زيارات أخرى في إطار الضغوط الدولية الشديدة على إسرائيل لوقف إطلاق النار وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية والغذائية، وهو طبعا بالطبع هو موقف مصر.